قصفت طائرات أمريكية محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع شن غارتين على مواقع فصائل أموال لإيران في جبل العمال والمطار القديم بمدينة دير الزور. في ظل تحول الأرض السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات وبريد لإرسال الرسائل بين الدول، يتواصل القصف والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع للحرس الثوري الإيراني والفصائل التابعة لإيران، ما يسفر غالبا عن قتلى وجرحى، إلى جانب استمرار تدمير المرافق والمنشآت والبنى التحتية السورية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي استهدفت بقصف صاروخي محيط مدينة الميادين وقلعة الرحبة بريف دير الزور شرقي سوريا، حيث تنتشر هناك فصائل تابعة لإيران، دوت على إثر ذلك انفجارات عنيفة بالمنطقة. المرصد الحقوقي أكد أيضاً أن طائرات حربية تابعة للقوات الأمريكية نفذت غارتين على موقعين للفصائل التابعة لإيران في جبل العمال والمطار القديم في مدينة دير الزور، وجاء ذلك بعد يوم من تنفيذ طائرات إسرائيلية غارات على نقاط تابعة للفصائل الإيرانية في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة بمدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، ونقاط في الفوج 47 في ريف المدينة، إضافة لاستهداف قافلة لتلك الفصائل قادمة من الأراضي العراقية، ما أسفر عن مقتل 23 عنصرا وإصابة آخرين. وفي المقابل أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تعرض قاعدتي حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل الفصائل التابعة لإيران، وسماع عدوي انفجارات، فيما حاولت الدفاعات الأرضية التابعة للتحالف الدولي التصدي للهجوم. ينضم إلينا من سيدني أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات وباحث مختص بالشأن الإيراني. أهلا بك أستاذ أحمد. نتحدث عن مقتل قياديين في الحرس الثوري الإيراني في سوريا، يعني قبل أسابيع أقرت إيران بمقتل مستشارين، وكان هناك أيضا قبل أيام مقتل رضا الموسوي، وتبعه بعد يوم مقتل 11 قياديا في مطار دمشق. اليوم هناك غارات أمريكية على ريف دير الزور أيضا قتلت عناصر وفصائل من فصائل إيرانية. هل يمكن القول أن اليوم الحرس الثوري ربما يعني تلقى ضربة موجعة في الخاصرة السورية؟ طبعا تحية لحضرتك، كل عام وأنتم بخير. خير. احنا باستراليا دخلنا بالعام الجديد، أنتم بعدكم يعني، فكل عام وشعوبنا وشعوب الشرق الأوسط جميعا بخير إن شاء الله. بخصوص سؤال حضرتك، هي معركة إسرائيل تريد أن توسع المعركة، يعني إيران وسعت المعركة في مواقع متعددة، وإسرائيل تريد أن تمتص الزخم العسكري في الداخل الفلسطيني وتحوله إلى يعني مساحة عمليات خارج إسرائيل. والميدان السوري هو الميدان الأكثر حيوية وحرية بالنسبة للإسرائيليين، لأن الميدان اللبناني مقيد بالفيتو الأمريكي بهذه اللحظة. الحقيقة إسرائيل أرادت أن تفتح الجبهة الشمالية، وهناك رغبة عسكرية داخلية كبيرة لفتح منطقة يعني المنطقة الشمالية مع حزب الله ولبنان، ولكن اصطدمت هذه الرغبة العسكرية بعدم الرغبة الأمريكية. ولذلك الميدان البديل للرغم يعني لتفريغ الشحنات العسكرية الإسرائيلية هي سوريا، وسوريا يعني استنفاذ الطرق أو طرائق الاستهداف الإسرائيلية، وبدت تطور عمليات الاستهداف قادة، لأنها تعرف أن هذا الأمر يؤثر يعني على استراتيجيات الحرس الثوري بالمنطقة وتحديدا بالميدان السوري، وهي تريد أن يعني تحدث خسائر لتخلق حالة من التوازن، تشتت بها الانتباه عن التعثر العسكري والميدان الذي يحصل في جبهة غزة وفي موضوع يعني البحر الأحمر. أنا أعتقد
هذا إيران تريد أن توسع الجبهات، وإسرائيل أيضا بدأت بفكرة توسيع الجبهات، ولكن ضمن النطاق المتفق عليه مع الولايات المتحدة. نعم. يعني أسأل هنا، هل تأثرت إيران أو الحرس الثوري الإيراني بمقتل قياديها في سوريا خلال هذه الأيام؟ يعني ما مدى انعكاس مقتل هؤلاء القادة على تحركات الحرس الثوري الإيراني في سوريا في هذه المرحلة؟ طبعا الحرس الثوري هو يعني تنظيم، خصوصا فيلق القدس، فيلق القدس هو تنظيم أشبه من الكوماندوز الأمريكي، يعني هو يتكون من الضباط، ولذلك استهداف شخصيات قيادية في هذا التنظيم الحقيقة مؤثر جدا، لأنهم هم كل شخص أو كل ضابط منهم هو صندوق أسود يحمل معه الكثير من الأسرار، ويحمل معه الكثير من الخطط والاستنتاجات العسكرية الميدانية. فهذا طبعا مؤثر جدا يعني، وشاهدنا ردة الفعل بالداخل الإيراني على استهداف القيادات الذين يعني يحملون رمزية كبيرة في إيران، ولكن إيران لديها البدائل، يعني هناك صفوف من ضباط المتقاعدين الذين بعد تقاعدهم بوحداتهم بالحرس الثوري في إيران يتم إرسالهم إلى ميادين خارجية، وهذا حصل عندنا في العراق بحرب داعش، أتى الكثير من قادة الحرس الثوري الذين استفادت منهم إيران في تلك المعارك، وكذلك في الميدان السوري. فهذا يعني سلاح ذو حدين، خسارة بالنسبة للحرس الثوري، لأن عملية تأهيل ضباط كبار بهذا المستوى تحتاج إلى وقت كبير وإلى دعم وصرف. ويعني قاسم سليماني حينما ذهب لم يأتي قاسم سليماني جديد، يعني صعب جدا، وفخر زاد حينما قتل لم يأتي فخر زاد الجديد. فإيران يعني تهتم جدا بكوادرها، ونلاحظ دائما أهمية الكادر وبردود الفعل الإيراني. يعني إيران الصحافة الإيرانية والنخبقان، يعني النخبة في إيران متأثرة جدا بصدام موسى في سوريا. فهذا يعني هذه الأبعاد التي أستطيع أن أرصدها بهذا الموضوع. نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني لاحظنا يعني رفع وتيرة استهدافات القواعد الأمريكية خلال اليومين أو الثلاثة الماضية، حتى قبل قليل كان هناك استهداف لقاعدة أمريكية في ريف الحسكة من قبل الفصائل الإيرانية. إذن احتمالية التصعيد المواجهة بين فصائل إيران والقواعد الأمريكية إلى أي مستوى ممكن أن تصل؟ يعني أنا لا أعتقد ستصل إلى مستوى عالي جدا الأمر، إلا إذا حصل يعني تطور في الحرب بغزة. والحرب غزة يعني ذهب بشكل نمطي، ليس هناك تطورات. أنا شخصيا أتوقع أنه عام 2020، يعني بداية عام 2020 ستحصل تسوية يعني هذه الأزمة يعني. فلذلك ستبقى الميدان السوري سيبقى مضبوط بالتوازنات الثنائية الأمريكية الروسية الإيرانية. فلا أعتقد أنها ستتطور، يعني حتى عمليات استهداف القواعد في العراق وسوريا هي ضمن النطاق، يعني لا يوجد فيها قتل لجنود أمريكيين على سبيل المثال، يعني هي استهدافات الرسائل ورسائل المضادة يعني. لا أعتقد أنه سيحصل تطور أكثر مما حصل يعني. طيب هذا التصعيد الحاصل حاليا، طبعا أتحدث من قبل فصائل إيران ضد الولايات المتحدة والرد الولايات المتحدة كذلك عليها، هل هو مرتبط فعليا بأحداث غزة كما تقول الفصائل الإيرانية، أم أنها مجرد ذريعة لخلق واقع جديد للفصائل في هذه المنطقة؟ أنا لا أعتقد أنه مرتبط بشكل مباشر بغزة، لأن يعني إيران الحقيقة ملتزمة، يعني خففت جبهة حزب الله، والجبهة العراقية والسورية هي تحصل على مكاسب سياسية في هذين الجبهتين يعني، في هاتين الجبهتين. فلذلك لا تريد إيران أن توسع المواجهة مع الأمريكان، ولذلك فتحت جبهة باب المندب لأنها جبهة استراتيجية، رسائلها أيضا استراتيجية. يعني الجبهة السورية والعراقية واللبنانية استنفذت رسائلها، فلذلك خرجت العالم منشغل الآن بما يفعله الحوثيون في منطقة باب المندب، لأن هذا مهدد استراتيجي ومهدد تجاري لممرات تجارة، أهم ممرات تجارة
العالمية التي تربط خليج عدن بالبحر الأحمر ثم البحر المتوسط عبر قناة السويس، وهذا ممر حيوي يدخل منه تقريبا 10 مليارات دولار يعني بضائع، سواء بضائع نفطية. أنا أعتقد هذا هو التطور الذي حصل ب يعني الذي يعني تأثيرات غزة انعكست عليه. أما بخصوص الميدان السوري فأنا أعتقد هي يعني هي طبيعة الصراع، هذا موجود يعني قبل أهداف غزة، صحيح، يعني يتطور ثم يعني ينقبض وينبسط كما يقول عبد الكريم سروش. هذا ما أعتقده. طيب أستاذ أحمد، يعني لماذا اليوم، طبعا هو سؤال يتكرر، الموقف الرد الأمريكي دائما يأتي في إطار رد الفعل فقط، دائما هي في حالة دفاع بعد استهداف الفصائل الإيرانية. الاستراتيجية الأمريكية ليست هجومية، يعني الشرق الأوسط لا يوجد أجندة أمريكية هجومية حتى هذه اللحظة يعني، فلذلك يعني يحصل رد الفعل فقط، لأنه بايدن يريد أن ينظم التوازن في الشرق الأوسط. ما حصل في غزة هو خارج نطاق توقعات حكومة بايدن، أثر أيضا على الترابط العضوي بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا الشرقية في الجبهة الأوكرانية أيضا، ولذلك هذه المنطقة الشرق الأوسط في هذا التوقيت هي غير مهيئة لاستراتيجيات هجومية، ولكن يجب أن يعني أن تضبطها وتحتويها الولايات المتحدة. هناك استراتيجية ضبط واحتواء، ولكن ليس هناك حتى هذه اللحظة استراتيجية هجومية إلا إذا حصل تطور معين بجبهة معينة، هنا يفرض الهجوم على الولايات المتحدة. ولكن حتى هذه اللحظة قلت لجنابك كل ما يحصل هو ضمن نطاق الرسائل ورسائل المضاد. يعني حتى يمكن قول يعني أستاذ أحمد أن إيران لا تريد التصعيد أكثر أو المواجهة أكثر مع الولايات المتحدة، ربما لأن هذه الإدارة الأمريكية الديمقراطية بإدارة بايدن برئاسة بايدن ربما كانت هي لصالح إيران، سواء في ملفها العقوبات أو ملف النووي أو غيره. أحسنت، وأنا هذا ما أعتقده، وقلت أمريكا وإيران متضرران من فتح جبهة غزة. إيران لم تكن يعني التوقيت غير مناسب بالنسبة لإيران. إيران كانت تنتظر قدوم المليارات المعلقة، توقفت الآن بعد الاتفاق القطري ووقفها بايدن، هذا ضرر بالنسبة لإيران. إيران لديها بعض الميادين فيها مكاسب، حققت مكاسب سياسية، صحيح، وعن الميدان العراقي واللبناني الآن بدأت تخترق الأوراق. الثنائية الأمريكية الإيرانية عادت للتصادم في الميدان العراقي، وهذا يضر بهذا التوقيت المصالح الإيرانية وفريقها، يعني يحقق مكاسب في داخل العراق. إيران أجرت اتفاق مع السعودية برعاية الصين، وهي دائما باتجاه الاتفاق مع الجانب السعودي، إجراء اتفاقات تجارية استراتيجية بعيدة الأمد. توقفت الآن هذه الاتفاقات التي يعني تضمنها مشروع الاتفاق الصيني بين السعودية وإيران. إيران يعني في هذه اللحظة هي تريد أن تنفتح على منطقة الخليج وتستغل الفراغ الأمريكي الحاصل بالاتفاق مع المنظومة. المستفيد الأبرز من هذا معركة غزة هي روسيا الحقيقة، لأنها تحقق يعني تقدم في الجانب الأوكراني، واستطاعت أن تقلص الدعم الغربي للأوكران على مستوى التسليح وعلى مستوى يعني الدعم المالي أيضا، واستطاعت أيضا أن تشغل الولايات المتحدة والدول الغربية بجبهة جديدة، كما فتحت الولايات المتحدة جبهة لروسيا في أوكرانيا، فتح الروس جبهة للأمريكان في منطقة الشرق الأوسط. فيعني هناك اختلال حقيقة بفكرة التوازن الاستراتيجي بالعالم، يعني خصوصا بين المنظومتين الشرقية والغربية، بين روسيا والصين من جهة وأمريكا والدول الغربية من جهة أخرى. نعم، أشكرك جزيل الشكر من سيدني، أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات وباحث مختص بالشأن الإيراني.